فاللي عايز يصدق ان الموضوع كله يحكمه الضمير يصدق. لكن كان واجبي اقول لكم اللي بيحصل معانا في السوشيال ميديا، شوفوا كم خبر واحد ياخده ما اتقالش حاجه، هاتولي فيديو واحد اتقال على اي حد جمله غير منطقيه وغير طبيعيه، يجي طب تقول له يا ابني طب انت شفتنا مثلا كبرنامج بنهاجم مين؟ فيقول لك لا ده الصفحه الفلانيه كاتبه، طب قول لهم هاتوا الفيديو اللي احنا عملنا الكلام ده، يقول لك لا ما فيش بس ده كلام متداول. الله الله، ايه شغل العبث ده؟ في نفس الموضوع ده اللي حصل مع وائل جمعه، ومش هخفي على حضراتكم فريق العمل بالكامل على صفحه البرنامج الكره والجماهير، المسؤولين الادمن اللي موجودين بسبب غضب الكابتن وائل اللي انا ما كنتش اعلم عنه حاجه كلهم بالكامل مشيته بالكامل، ما فيش واحد لان ده صديق عمري. فاشتغلوا في العبث، اضحكوا بعقول الشباب، لكن عمر ما حد جرح في اي حاجه. قولوا اي حاجه والله ما هنزعل عشان ده عمل عام، لكن عمركم ما حد هيقدر يعبث بالبطولات والتاريخ والجمله اللي انا اتشرف في يوم من الايام مانويل جوزيه علمها لي وقال لي هتبقى فخور بيها هو والجيل المحترم اللي كان معانا. رصيدك في البنك مش الفلوس، الفلوس ده الرجاله اللي بتجيبها وتصرفها بشرف وتدخل بالحلال، والفلوس هي اللي بتروح وتجيبها تاني وتروح وتجيبها تاني، لكن رصيدك في البنك الحقيقي البطولات اللي محدش هيعرف يعبث فيها أبدا، وجملة الكابتن التاريخي للنادي الأهلي وزمايلنا وإدارتنا اللي كانت موجودة وجمهورنا اللي قبل أي حد، ده كان جملة حاجة لأول مرة في تاريخ البرنامج ده أتكلم عن نفسي في حاجة. أنا دايما بحكي لحضراتكم مواقف وبحكي حاجات كتير جدا، لكن اشتغلوا عبث براحتكم، لكن أنا عايز 10 محترمين يصدقوني، والعشرة بكرة يبقوا 20، والعشرين بكرة يبقوا 30، والتلاتين يبقوا ملايين من الأهلوية، وهم دول اللي أنا بخاطبهم.